أيها السادة والسيدات، نرحب بكم في دردشة في هذا الموعد المتجدد، وموضوعنا كما أعلننا عنه هو حول أعداء النجاح في مجتمعنا، التكسير والبخل والسابوتاج نموذجا. في البداية يقال أن الشجر المثمر يقذف بالحجارة دونا عن غيره من أجل ثماره، وما الرمي بالحجر إلا لامتلائه بالثمار النافعة والمفيدة. أما الشجر الخاوي الخالي فلا يقذفه أحد ولا يهتم به. إن النجاح لا يأتي إلا بعمل وجد واجتهاد، فهو أمنية كل إنسان يعمل ويكدح من أجل ذلك، ويأتي محصلة الاجتهادات صغيرة تتراكم يوما بعد يوم. ولكنه غالبا أي النجاح ما يولد الأعداء، ومن لا يستطيع اللحاق بك لا يملك سوى طعنك من الخلف. لكن الناجح هو من يؤمن دائما بالمقولة الشهيرة: إذا جاءتك ضربة من خلفك فاعلم تماما أنك في المقدمة. لذلك لابد لأي إنسان ناجح أن يتحلى بأهم مهارات النجاح، وهي الصبر وقوة الصمود أمام أي تحديات أو صعوبات. والعمل هو الرد البليغ على أعداء النجاح، ولا أعتقد أن هناك شيئا يؤلم الفاشلين أكثر من استمرارية نجاح الناجحين. إذن أيها السادة والسيدات، نرحب بكم مجددا في هذه الحصة وبعد هذه المقدمة حول موضوعنا الإشكالي: أعداء النجاح في مجتمعنا، البخل والتكسير والسابوتاج نموذجا. نرحب في البداية أيضا بالدكتورة سامية عدايكة، أستاذة علم التربية من جامعة الواد. أهلا بكم سيدتي. وكذلك الدكتور أستاذ محمد الأمين مصباحي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الواد. أهلا بكم سيد الكريم. وكذلك بالأستاذ الهادي محدى صاحب عيادة نفسية. أهلا بكم سيد. أهلا وسهلا، مرحبا. إذن في بداية البدايات، أول ما نشرنا هذا الموضوع هناك انتقادات توجهت إلينا حول من يقول أن بدل أن تتحدثوا عن أعداء النجاح تحدثوا عن معوقات النجاح، وبعضهم قرأها قراءة سلبية على أن كأنه اتهام ضمني للمجتمع بصفة عامة بأنه مركب من هذه الخلفيات العدوانية والغير بريئة. بين هذا وذاك، بداية أستاذة، ماذا يمكن أن نقول عن أعداء النجاح؟ هل صحيح أن هناك شيء اسمه أعداء النجاح في واقعنا وفي مجتمعنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر الأستاذ أولا العربي بريك على هذه الاستضافة، وربما هي استضافة لأول مرة في قناة إعلامية، لأني تقريبا أرفض تماما الحضور الإعلامي. فشكرا جزيلا على هذه الاستضافة وعلى هذا الموضوع. طبعا طرحت أن الموضوع ربما أن بعض الانتقادات وجهت، وطبعا هي الانتقادات في حد ذاتها من النجاح، بالتالي عندما يثير الموضوع مشاعر وأحاسيس ويثير الموضوع جملة من الأشياء، بالتالي هنا يصبح أنه لابد أن يحضر له مجموعة من الانتقادات، وهذا طبعا شيء إيجابي بالنسبة لي. فهذه الانتقادات نحن من نستطيع أن يبلورها. بالنسبة لي أعداء النجاح هم طبعا موجودين في الحقيقة وفي الواقع، لأن طبعا أي إنسان يكون إنسان يعمل، فبالتالي لابد أن يكون له من أعداء. معناتها إحنا في الواقع ما نقدروش نقولوا على واحد قاعد في داره وشاد بلاصته باللي راه عنده أعداء، ما كانش منها. الإنسان اللي يخدم أكيد رح يجد مجموعة من الأشخاص ومجموعة من الأعداء ومجموعة من الأصابع التي توجه له، وهذا بالنسبة لي هو نجاح في حد ذاته. يعني إذا كان الإنسان وجهت له الأصابع ولو بالخير،
فبالتالي هذا بالنسبة له اعتراف بالنجاح. وبالتالي هنا ما نروحوش إلى أنهم هل موجودين أم لا، يعني هم بطبيعة الحال حتى ما نقدروش نقولوا ولا ما نحبوش نقولوا معناتها قادرين نلقوا النجاح او اعداء النجاح من طبقه عليا ومن طبقه مثقفه ومن طبقه متعلمه. باش ما نقدروش باش ما نطلقش عليها كلمه بخل في حد ذاتها، هي في حد ذاتها نقدر نطلق عليها كلمه غيره. بالتالي انها انسان ينغر منك سواء كانت الغيره هذه ايجابيه ولا سلبيه، هي في حد ذاتها بالنسبة لي هو راهو عدو نجاحك، ما هوش عدو لك أنت. وبالتالي السؤال هو طبعا هم موجودين. صحيح صحيح. أستاذنا لمين يعني عندما تحدث عن عداء النجاح يعني الحقيقة يعني بصفة عامة وكما قالت الدكتورة وكما أسلفنا في المقدمة وكما هو متداول، يعني كل عمل ناجح لابد أن يكون عنده أصداء سلبية وإيجابية، والأصداء السلبية تأتي ممن يعادون النجاح، يعني بغض النظر عن معاداتهم للشخص بعينه أو اتخاذ موقف منه أو من جهة معينة. كلمة أعداء النجاح هذه بماذا توحي؟ يعني المضمون تاعها الحقيقي ما هو أو الدلالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا سي العربي على الاستضافة، وأنا جد مسرور بوجودي مع الأخوة الزملاء. حقيقة موضوع النجاح هذا وأعداء النجاح موضوع كبير ومفتوح وماهوش معناه بالبساطة اللي باش نحددوا مثلا قال أعداء والله منافسين والله غايرين والله، معناه موضوع كبير وكبير جدا. النجاح في الحقيقة بالمفهوم نتاعو المعروف عند الناس كل هو الإنسان يقدر يحقق الهدف اللي راهو راسمه في فكرته والله في مخططه والله في المشروع نتاعه والله. المهم الإنسان يصل إلى النتيجة أو المرغوب اللي راهو يريد أن يعمل لأجله، على الأقل 80-70% أنه المهم وصل إلى النتيجة المرغوبة. تبقى الآن الإنسان دائما عندي واحد المقولة تقول لي فيها جدتي الله يرحمها على كل حال، تقول لي راهو الانسان اللي جالس حدا الحيط ما يحثوش ما يكلموش معناها. قلت لها علاش؟ قالت لي الانسان اللي قاعد راهو انسان كي تكلمه مش فاهمك على واش تكلم فيه. كلم الانسان اللي راهو يتحرك. معناها هنا نروحوا الى ما يسمى بالمجتمع المتحرك والمجتمع الساكن. احنا راهو مجتمع ساكن يؤمن باعمده ثابته وطريق واحد للعمل. والعمل هذا تاع تحقيق الاهداف ما هو شرط الا في الاعمال الماديه، معناها قال تجاره ولا صناعه ولا معناها جمعي، ممكن يكون ايضا في الجانب مثلا الديني. واحد تقي يقول لك هذا نروح يروح للجامعه بزايد تقي بزايد، لكن ربي موفقه وناجح، توفيق الله عز وجل جزء من النجاح. وفقه باش انسان يكون معناها انسان مستقيم وسليم، هذا جزء من النجاح توفيق. واحد ربي مثلا يوفقه باش يعود مثلا ذره مثلا اطباء ومهندسين، هذا توفيق من الله عز وجل. لكن المجالات النجاح متعدده، معناها ممكن تكون حتى في الجانب الخيري. انسان يعود مثلا ربي يوفقه باش يدير اعمال خيريه، تعود الناس تتوجه له بالاصابع، هاوي يبين في روحه، هاوي داير روحه غير هو اللي يدير في الخير. معناها هني كاين مشكله في المجتمع الساكن هذا، مشكل كبير نعانوا منه. صحيح. أن مجتمع له أعمدة ساكنة يريد طريق واحد. ولهذا تلاحظ أن المجتمع تاعنا كل أعمال نشتو نديروها بالخفاء. إذا رايحين نقلوا نتخفوا، رايحين نديروا مثلا قال مشروع نتخفوا، إذا رايحين نديروا تجارة نتخف، معناها علاش؟ خايفين. عاد عندنا ما يسمى بالهاجس تاع توجيه الأصابع، قال الظهور، قال تسليط الضوء، تسليط الضوء. ولكن حقيقة المرحلة هذه، لأن أنا لاحظت بعض التعليقات في معناها من الناس الإعلان عن الناس، معناها ما همش عاديين، أساتذة وتخصص يتكلم يقول لك باللي موضوع يجيب التفرقة وكذا. احنا الهدف تاعنا مش بالتفرقة، بالعكس. صحيح. الهدف تاعنا هو معالجة السلبيات اللي الموجود. ممكن نحط عليها ايدينا ونحاول اننا نتجاوزها ونطلق يد الانسان الناجح. صحيح. ما نخلوش، لان الانسان الناجح الان راه يعيش واحد الهاجس هذا تاع الخوف، انه يريد ان ينجح ولكن طول مدرق روحه، خايف عشان يشوفه، خايف عشان يوصل، خايف عشان ينجح.
هذه الهدف تاعنا، ما عندناش هدف اخر باش معناها نكونوا عند المجتمع هاجس ناجح او خايف. لا صحيح، يعني الأستاذ أمين على ذكرك والتفريق الجميل اللي ذكرته بين المجتمع الساكن والمتحرك متحرك. أيضا الفيلسوف الفرنسي هنري بروكسن معروف صاحب الإبداعات والكتابات المتميزة، وهو من المدرسة الإرواحية تميل تثبيت الروحانيات في مانيش عارف غزال أو صيد، المهم كلها هاجس الخوف من الحسد والخوف من العين أو الخوف من هذه الغيرة العدوانية، لأن حتى الغيرة كما ذكرت الأستاذة هناك غيرة طبيعية وهناك غيرة يعني تصل الحدود من العدوانية إلى القاتلة كما هو معروف. شيء جميل يعني هذا الموجود، وكان حتى كلمة خمسة كان في العدد كان اللي صوتوها ما يقولوش خمسة، فإحنا عندنا في سوف يقولوا عدة يعني واحد اثنين ثلاثة ربعة، كي يوصل خمسة عدة، يوصل خمستاش ما يقولوهاش خمستاش، خمسة وعشرين كل ما فيه ذكر الخمسة. والإشارة فإن الخمسة هذه هي موروث فاطمي، موروث من فاطمي، والخمسة هم الأهل البيت المذكورين في الآية آية الكساء، آية الكساء وهم الخمسة الرسول صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين وعلي وفاطمة. هذا التراث الفاطمي، وإحنا نعرف الدولة الفاطمية كانت تحكم المغرب وحكمتهم بعد انتقلت إلى مصر، هذا التراث يعني أثر في الناس، كانوا يستعيذون بهم بالخمسة، خمسة في عينيك، لما يريد أن يتقي شر الحاسد يقول له خمسة في عينيك، وكان مازال يقولوا فيها لحد الآن. إذن أستاذ الهادي، أستاذ الهادي محدة متخصص أيضا في علم النفس، هذه الخمسة في عينيك وهذا الخوف من الظهور والعينين والحسد والبخل هذا من واش؟ السلام عليكم ورحمة الله، شكرا على الاستضافة سي العربي على هذه الحصة المهمة بالنسبة للمجتمع تاعنا يعاني منها المجتمع تاعنا، وهي قضية الفشل وعكسه النجاح. قضية الخمسة هذه تدخل في الموروث الثقافي نتاع المجتمع نتاعنا من العادات ومن التراكمات الثقافية اللي مرت كما كنت تتحدث يعني من الدولة الفاطمية ولا غيرها ولا من حتى من الرومانية إلى آخره، كل الحضارات اللي مرت علينا تبقى للسيرفيفونس نتاعها، تبقى الآثار نتاعها وتولينا ثقافة هزينها بالتقليد، وبالتالي ما نعرفوش الأصول نتاعها. لذلك يجرنا الحديث هذا ندخلوا في قضية الموضوع نتاعنا، صلب الموضوع نتاعنا يقودنا لصلب الموضوع اللي هو يدخل في قضية التقليد ولا قضية الثقافة. مثلا أول ما نبدأ الساعة نبدأ بالتعريف نتاع الموضوع نتاعنا، تعريف الحسد أو تعريف النجاح. النجاح هو التعريف نتاع القاموسي نتاعه حدث خاص يشكل نتيجة جد سعيدة لشخص ما، حدث يقع الإنسان وهو يعني معروف هو أن الإنسان يكون عنده هدف كما قال لك سي مصباحي، يكون عنده هدف سامي ويحقق هذا الهدف يحقه، والعكس نتاعه اللي هو الفشل. الفشل هو هزيمة النفس قبل النجاح، قبل ما ينجح الإنسان توقع له صدمة تاع فشل. هذا التفسير تاع الفشل ولا التعريف نتاعه القديم صحيح. لأن التعريفات أي تتطور مع الوقت، تتطور التعريفات كل مرة يتغير التعريف. التعريف الحديث نتاعه هو مرحلة انتقالية للوصول إلى النجاح صحيح. هذا تعريف الفشل ده جميل جدا، لأن عاد مرادف للنجاح والنجاح. الفشل مرادف للنجاح تقريبا يعني. جميل جدا. أبو خليفة يقول لك قد تكون قوة نجاحك مستمدة من كل من ما واجهت من تحديات وعوائق، فصلابة نجاحك الداخلية وقدرتك الهائلة على المقاومة هي تراكم كل الألام والندوب والتداعيات الكثيرة التي خذتها في سبيل تحقيق النجاح الذي تصبو إليه. أستاذ الهاد يعني أضاف لك تعريف النجاح وأنه مستمد من تحدي، يعني كل ما تكون التحديات والعوائق كبيرة كل كذلك. ما تولي دلالة النجاح أقوى، وهو كذلك. جميل جدا. بالنسبة للتحقيق أنت عن النجاح كاين أسباب داخلية
وأسباب من البيئة صحيح التي تحيط بالإنسان واللي نشأ فيها وعاش فيها صحيح مرتبطة بمستوى تطور هذه البيئة ومستوى ترقيها في سلم الحضارة أكيد. وفي سلم الإبداع أكيد. لذلك الأسباب الداخلية كما المواهب مثلا وكما الأشياء المواهب اللي أعطاها الله ربي سبحانه وتعالى والتأهيلات اللي عندها تأهله في أي مجال من المجالات باش يستطيع يبدع في هذا مثلا في هذا النجاح مثلا المواهب مثلا قضية التسلق تسلق الأشجار ولا تسلق الحيوط ولا تسلق الجبال هذه موهبة تبرز مع الإنسان منذ الطفولة تاعه معلش أستاذ الهادي هذه شيء جميل لكن هذا دخل في سيكولوجية نجاح الفشل خليها من بعد نحن نرى في صلب الموضوع تاع أعداء النجاح في مجتمعنا هالأعداء تاع النجاح هذه وين والهاجس هذا الخوف من هذه العدائية حدثني عن هذا الجانب أعداء النجاح احنا اصبح عندنا هاجس هذا النجاح وشايفين من واقعنا كاين ناس تدمرت بسبب نجاح نعرف ناس كانت متفوقة ومن بعد انكسرت كاين ناس كانت طالعة ومن بعد هبطت على راسها وكثير من الامثلة هذه كيفاش الاسباب تاع النجاح اسباب النجاح ماهوش اسباب النجاح الشيخ الهادي نتحدث عن اعداء النجاح اعداء النجاح كاين اسباب بيولوجية وكاين اسباب معنوية الأسباب البيولوجية هي ضمور اللوزة ضمور اللوزة المخية كاين واحد اللوزة داخل في وسط المخ تاع الإنسان عملوا تشريح للدماغ تاع الإنسان وجدوا أن الإنسان الناس العدائيين الحساد ما يسمى في العلم بالشخصية السيكوباتية السيكوباتية هي المضادة للمجتمع هذه وجدوا عندهم العواطف معدومة تماما نظرا هذا التفسير البيولوجي نظرا لضمور اللوزة المخية هذه موجودة هي المسؤولة عن يعني الحوارف. كل واحد تو فيها الصفة هذه نلقب اللي رأيه عنده مشكل في اللوزة إذا عملوا له تشريح ممكن يلقوه هذا التفسير البيولوجي بالصح التفسير النفسي التفسير المعنوي, المعنوي. التفسير المعنوي هو تكون الشخصية حاسدة تكون شخصية لأن الشخصية احنا نسموها حاسدة في المجتمع تاعنا بالصح بالنسبة بالنسبة للعلم بداية ولد حاسد هاني جايك بالنسبة للعلم يسميها مصنفة علميا والحسد هذا جماعة ما نتهموش غير المجتمع تاعنا أكيد هذا موجود في كل المجتمعات ما نقولوش موجود ما معناها كيف مجتمعنا ولا كذا كثرة ولا كذا لا موجود ولكن موجود في المجتمعات كل منتشر في المجتمعات وبالتالي صنفوه المنظمة تاع علم النفس العالمية صنفته الحسد معناها مش بمفهوم باسم الحسد وإنما باسم الشخصية السيكوباتية الشخصية السيكوباتية هذه الحاسدة تملك نقص في العواطف ما عندهاش العواطف وتتجرى ممكن أنها تدير الجريمة جريمة تاع قتل ولا جريمة تاع انت حسد ولا تكسير كما قلت سبوتاج تحطيم هذا وش تعرف جميل جدا جميل جدا جميل جدا تونا نرجع لك من بعد أستاذة يعني هل تتوافقي أستاذ الهادي قال لك لو الحسد هذا هو نتيجة يعني أولا خلل يعني في غدة بيولوجي, بيولوجي وقال لك وربطة مباشرة بالشخصية السيكوباتية يعني الشخصية المرضية عندي شوي تفضلي عندي شوي تحفظ شوي نحبيت نقول باللي باللي كاين الحسد وكاين العين أيوة أما مشكلتنا إحنا يا العرب بصفة عامة نقدرش نقول المجتمع السوفي ولا أن مشكلتنا إحنا يا أن لهين بعضنا ياسر هذا المشكل وين معناتها كون نشوفوا إحنا في العالم كين ناس ناجحة ما شاء الله وما همش يقولوا هم عينونا هم حسدونا هم نحبس خدمتي نحبس مشروعي نحبس كذا هل هذاك من الناس ما عينوهمش ولا ما حسدوهمش بالتالي ان نشوف ان مثلا نعطيك مثال مثال من الواقع نتاعنا ومن المجتمع السوفي بحد ذاته البارح داروا واحد المنشور على رجل اعمال كبير سوفي تكرم في 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 دوله اخرى معينه ومن بعد جتني واحد هكا واحد الفضول اني نقرا بعض التعليقات صدقني يعني لقيت تقريبا 90% من التعليقات وهذا عليه يكرموه وهذا
وعجبتني بعض التعليقات انه كيتكرم تكرم بالجبه الصوفيه معناها قدوارة عربي. تعليق مليح هذا. احنا مش عارفين نوصلوا للرجل الاعمال هذا وين قد ما درنا. بصح المشكل في عقليتنا احنا عليه السابوتاج هذا تاع بعضانا هذا. على هذه انا في بالي نايف شخصيا انه من منطلق الغيره اللي داره واللي ما داراش بينه بين ربي. وما ننسوش انه رجل الاعمال هذا في يوم من الايام ولا في زمن من الازمنه عاون الواد ياسر معناتها ومعناتها وقف معاها وكذا. ما نخلوش ديما انسان. احنا مشكلتنا وشي ان الانسان يدير الخير نهار مثلا تقول يا ودي راني ما عدتش قاد ولا كذا. اذا تصبح انت الشرير وانت اللي فيك. هذا كل من منطلق الغيره للشخص هذاك. صحيح. بالتالي انا نشوف انها ان الحسد هذا نشوف ان الانسان الناجح في حد ذاته. عجبني تعليق كنت نشوف فيه تاع دكتور مسعود. لا مش عارفه روحوا لي التعليق تاع الشيخ ديدي نورمالمون احمد ديدي. نعم نقراها هو لي. نعم ماني نقرا فيه من هنايا. هو قال باللي انا نقرا ديما حوايج تاع التخصص نتاعي. انا تخصصي علم النفس التربوي حاليا لكن التخصص الاساسي هو علم النفس العيادي. بالتالي نروح. هو قال باللي شخصيه او حاله نفسيه مرضيه ترى الناجح في الحياه تفوقه حجب له بالضبط. هو هنا يحط ايده على النقطه الاساسيه. ليش؟ لان ناي ساعات كي نولي نشوف انسان يبغض النجاح وكذا نقول له راهو كاين اطرود. الاطرود هذا وين يمشي ستة تقاس ويقدوا مثلا هذيك التقاسه كل يمشوا مثلا في وقت واحد. علاش ناي لازم ان نحجب على هذا باش نبين روحي راني ناي ناجح مادام الطريق يمشي ناس تو الناس كل تقدر تنجح. علاش ناي لازمني في العمل نتاعي لازم مثلا واحد يخدم في اداره لازمني نبين باللي هذاك راهو فيه وفيه 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 باش نبين راني نايا سمح. صحيح. انا نشوف انها ويمشوا بالنميمه بالنميمه كما نقولوا احنا ويكيدون وكذا يعني. وبالتالي صحيح. اني علاش مشي نايا ناجح ونخلي الناس الكل تنجح معايا. خلي الناس الكل تبان يعني كل باش ننجحوا كل باش الناس كل باش تترقى الناس كل باش كذا. علاش نفسد على صاحبي باش نبان؟ انا بالعكس بالنسبه لي ان اللي فسد عن صاحبه ما عادش ندير فيه اصلا الثقه. صحيح. وهذا كلام طبعا موجه للمسؤولين. كمسؤولين انت اذا كان جاك واحد وقال لك هو الزميل الفلاني فيه وفيه وفيه وكذا وكذا ويدير كذا وكذا بالنسبه لك هذا ماهوش حتى في حد نفسه ماهوش موظف كفء وماهوش انسان في حد انسان حتى نقول كلمه انسان. هذا انسان مريض مسكين. انسان ما قدش يخدم الخدمه اللي يخدم فيها زميله لانه شيء لانها هذا اللي غيره يحسد ويحاول يكيد الكيد عنده مركب نقص. نعم ليش يخدم الخدمه اللي راه يخدم فيها هذا بالذات. أكيد. وبالتالي يروح له. علاش ما يروحش لهذاك هنايا حتى بين قوسين نتذكر جمله محمد صبحي تاع تشتغل كثير تغلط كثير ما تشتغلش خالص ما تغلطش خالص. صحيح. معناتها هنايا بين قوسين وهي صح هي جات في مسرحيه وفي كوميديه ولكن هذا هو الاساس. علاش من يعمل اكثر يخطئ اكثر بالضبط. هذه القاعده وهذا النظره وهذا اللي كيدولها اكثر. اكيد. مثلا ما ننغرش مثلا من استاذ ما يعرفش يقري مثلا ما ننغرش من واحد ما يعرفش كذا ما ننغرش من واحد ما عنده شي كذا. بالتالي من هو اللي ننغر منه؟ ننغر من اللي يعرف يخدم خير مني. ذاك اللي ننغر منه. صحيح. لكن الغيره في حد ذاتها الايجابيه راهي مطلوبه ومحموده انك باش تحاول انك تكون احسن. أكيد. لكن الغيره السلبيه اللي تديك انك تكسر وتصابوطي وتنم وتقرض وتقول الحديث ما كانش هذيك هي الغيره السلبيه اللي تؤدي لاعداء النجاح. وانا نشوف انا ننصح الناس انها الانسان ما يتقلقش من هذا الشيء. صحيح. بالعكس نشوف مثلا ان الانسان اللي تكلموا عليه بالعكس انا شخصيا نحب نكتشف هذاك الشخص مثلا. نحب نكتشف باللي
هل الحديث اللي يقولوا فيه صح ولا لا، روح نحوس عليه صح. وبالتالي ان 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 الكلام عليه في حد ذاته والنغره منه في حد ذاته هي شيء بالنسبه مؤشر لي شيء مؤشر إيجابي. نجاح استاذه نعم. يعني كان نقطه ذكرتها مليح، خاصه ان قلتي علاش الناس عندنا هنا سواء في الواد او في بسكرة او في العاصمه او في وهران او في بلاد العربيه يعني بصفه عامه والعالم نعم. هذا الثالث نعم. كل يعاني من هذا المشكل. الناس قلتي لا هي بعضها قاعده غير تشوف في بعضها وتعس في بعضها واللي يتحرك يمدوله، اللي يبين راسه يمدوله، حتى ان كاين ناس اصبحنا في كثير من المواقف خايفه من الظهور، خايفه من البروز، خايفه من انها تبين راسها ويمشوا غير مع القطيع ومع السديم، يقول لك على الاقل نمنع براسي. هذا الهاجس يعني يتقوى شيئا فشيئا، رغم ان كنا حاسبين روحنا معنا التطورات الملحوظه وهذه التقنيات هذه اللي اصبحنا فيها والعولمه والحداثة ومنش عارف وشو، يعني الأمور كل متطورة والإنسان عندنا زي درجة مرشة ريال أستاذ لمين. وكان كان حاجة أيضا أستاذ لمين ماذا بينا نعلقوا عليها، هي أن كان هذه المدرسة اللنجستية هذه تاع البرمجة اللغوية العصبية أشاعت هذه ما يسمى بفلسفة أو سيكولوجية التفاؤل والمرح والأرياحية وكذا، وأصبحت تعالج عقد المجتمع وتناقضاته وهذه المشاكل اللي نعانوا منها على الجانب النفسي والاجتماعي، تعالجها بك النظرة تاع التفاؤلية والأريحية، بدل أن تدخل في العمق وتخرج لنا ما هي أسباب المرض وتشخص المرض ثم بعد ذلك تبحث عن العلاج. تفضل سلامين. بالنسبة للمجتمعات العربية كان تطور مش ما كانش تطور صحيح، لكن التطور هذا الموجود والإمكانيات على الاتصالات والإمكانيات على المطالعة والإمكانيات على الخبر السريع اللي يصل لكل واحد، كان مشكلة نعانوا منها احنا اننا لا نريد ان نستفيد من هذا التطور هذا في الجانب الايجابي، معناها قاعدين دائما نستغلوا فيه في الجانب السلبي في اكثر الحالات صحيح. هذا مشكل. الان احنا لازمنا كما قلت نشخص ما هو السبب الحقيقي اللي قاعد ينمي في هذه العداوة ضد الناجحين، سواء كانت نجاح دراسي، إذا نجح في الدراسة قال يعاونوا فيه، إذا نجح في التجارة قال لاقي يعاونوا فيه، إذا نجح في مقابلة قال غير هو يعطوا فيه المشاريع، إذا نجح في وزين قال غير هو اللي قد يجيب لاقريمو ويبدأ بيخدم، إذا معناها دائما عندنا ما يسمى بالانتقاد السلبي صحيح. ما هوش قال هذا انطلق انطلقت القاطرة تاعه ربي يعاونه يا خويا ندير كيفه صحيح. أقل شيء ندير نصف كيفه. كاين الان التشخيص وان كان مانيش مختص في في هالجانب هذا في الحقيقه الاخوه اكثر لكن مني لكنه موجود على كل حال يلاحظه الانسان الذكي. الان الشيء هذا كما قلت قالت الزميله وقلت ان ماهوش موجود غير في الواد، معناها هي في المجتمعات العربيه كل في المجتمعات تعاني من هذه الظاهره، حتى ان اللي كاين تصنيف حتى بعض الاعراق والشعوب يعني صنفوا مثلا العرب مثلا اليهود على ما اعتقد انهم نسبوا لهم مانيش عارف السحر او ماذا، العرب نسبوا لهم البخل، يعني تقريبا اصبح كانه رغم ان العرب احنا نعرفوه الشريف والاصيل هو مثال للكرم ومثال للجود ومثال وإنسان الكريم والشجاع والجواد، لا اظن ان نفسه او قلبه يحمل هذه الصفه هذه الدنيه هذه، لكن علاش تو لنا عندنا نقولوا البخل عرب يعرفوا غير البخل يعني نرددوا فيها ونستهلكوا فيها ياسر الكلام. الحقيقة أن أسمى رسالة وآخر رسالة سماوية نزلت على أقوام العرب وخيرهم الله عز وجل على غيره من الأقوام نظرا لوجود كما قلت الكرم الشهامة أكيد الكلمة أكيد أكيد الأخوة شد اليزر في يد بعضهم فهمتني، كاين تراكم تاريخي صحيح لازم صحيح فيه كاين تراكم تاريخي. أعطيني السؤال ونزيد نأيد كلامك بالدكتور محمد مسعود اللي كان المفروض يكون ضيفنا للظروف لم يحضر لكن علق مشكور، يقول المشكلة الأساسية في المجتمعات التقليدية هي حالة الفراغ المعرفي الذي
يؤسس لبناء فرد حضاري. الفراغ يجعل من الناس يلتفتون كثيرا لغيرهم، فالفرد لا يستثمر وقته لتنمية قدراته، لا يمارس هوايات محددة، لا يمارس هوايات محددة، نعاني من عدم تنظيم للحياة، وبالتالي كل هذه المؤشرات ساهمت في تكوين ذهنيات مضطربة كثيرا. ولكن عموما طريق النجاح كله أشواك، فالأمر متوقع. تحياتي لكم جميعا، أساتذتي سامية والشيخ لمين محمد. إذا حبينا نشخص الموضوع نشخصوه، معناها قال لك فراغ معرفي، معلش فراغ معرفي هو العوامل. أي واحد يذكر عامل إذا راه موجود، لكن العامل الرئيسي هي كان واحد النقلة بعد ما كانت المجتمعات العربية هذه كلها تحت الاستعمار، بعد ما استقلت كان واحد النقلة نوعية في هذه المجتمعات. والنقلة النوعية هذه كانت من ناحية كما يرى ويذكر المعرفية، وكاين أهم نقلة هي النقلة المادية. أن كاين تحسن معيشي في داخل المجتمع. التحسن المعيشي هذا كاين اللي يقدر أنه يدخل في وسطه وينجح صحيح ويتطور ويزداد أرزاق وممتلكات وأموال، وكاين اللي يقدر يقعد في الطبقة المتوسطة صحيح كموظف إلى غير ذلك، وكاين المقدر لا يكون لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، قاعد جاي شاد لتحت صحيح. الآن هنا هذا ثاني راه يكون صراع، الجانب المادي راه هو اللي مكون الآن ما يسمى بالصراع الخفي. هذا قد روحه أنا ما قدرتش روحه، هذا بنا فيلا أنا ما بنيتش، هذا ساكن في كذا، هذا داير سيارة فخمة، هذا الجانب المادي راه لاعب دور كبير أكيد، وخاصة هو المحفز الأساسي، المحفز الأساسي على الحسد. هو المفروض يكون محفز أساسي على الجانب الإيجابي، المنافسة صحيح. كيف هنا في البلاد كاين منافسة ومنافسة شديدة شديدة بين الناس، تخدم واحد ينافس الآخر وكاين ينافس، هو في جانب إيجابي، جانب يعني إيجابي تخلق تنافس ومحرك محرك كما في التجارة مثلا في الفلاحة. عندنا نماذج من الناس تحب تعاند بعضها، شيء جميل العناد هذا والتنافس من جانب إيجابي ومليح، هذا جانب إيجابي، لكن المش مليح هو الجانب السلبي أكيد. هو بالنسبة للمحرك المحرك ما يحركش الناس كل، يحرك الناس الناجحين اللي عنده هدف في نجاح في ميدان معين ثقافي فني تجاري كما قال لك تطوير يحركهم. وعندنا أمثال كثيرة بالنسبة للتحريك الحوافز هذه كاين حوافز معناها نقول احنا يديرها المجتمع كما قلت باش الإنسان يتقدم لقدام. عندنا مثلا أبو القاسم الشابي مثلا التجربة نتاعه كانت مريرة مع مع الشعب نتاعه، بصح الشعب نتاعه في ذلك الوقت كان يلوم في الشعب نتاعه في وقت الاستعمار الفرنسي، كان يلوم في الشعب نتاعه ما يتحركش ويقول لهم راكم نوع القطيع، انت يا شعبي يا طفل عابث بالتربي والأفق مغسي، معناها طالع العاصفة وانت راك طفل تلعب بالبسمة. وزيد الشعب هذا ما استعرفش به، كفره وقال له انت خارج مارق على الشعب ويوم أراد الحياة، قال له انت مارق كيفاش تتحدث على القدر وكذا، معناها القدر شمع بالصح وكان له كان لحافز المرض نتاعه. هذا نموذج من الشخصيات الناجحه، المرض نتاعه كان حافز والشعب نتاعه كان حافز، الخمود نتاع الشعب نتاعه والشعله نتاعه هو ثور الشعله نتاعه. هذه شخصيه ثوريه، شخصيه يقول في القصيده نتاعه نشيد الجبار ساعيش رغم الدائي والاعداء كالنسري فوق القمه الشماء، صحيح. أرنو إلى الشمس المضيئة هازئا بالسحب والأمطار والأنواء، وأقول للقدر الذي لا ينثني عن هدم آمالي بكل عناء، أهدم فؤادي ما استطعت فإنه سيكون مثل الصخرة الصماء، لا يعرف الشكوى الذليلة والبكاء وضراعة الأطفال والضعفاء. جميل جدا، يعني هذا دلالة تحدي عن تحدي. في نفس الإطار يقول لك بديع معمرة أو معامرة لا أدري، يقول بديع معامرة أستاذ رياضيات، قد لا أعرف مفتاح النجاح لكني أعرف أن مفتاح الفشل هو محاولة إرضاء الجميع. أن الإنسان كلام واضح، لكني أعرف أن مفتاح الفشل هو محاولة إرضاء الجميع، وأن الناس أعداء ما جهلوا، ورجل بلا أعداء رجل بلا قيمة.
نقول لك فمن لم ينبح علينا يوما يوميا منتظر الرد سواء على التعليقات أو على صفحات الخرطولوجية، نقول لهم أحلام سعيدة والنباح باطل إلى آخر كلامه. يعني كأنه يشوف أن الفشل هو محرك للناس، أنت تنجح هو فاشل، إذن لازمه يحاول كيفاش يهبطك، كيفاش أنت تنجح وهو لا، كيفاش أنت تبان وهو لا، كيفاش أنت تطلع وهو لا. يعني هذا المحرك، هذا عوض باش يكون له دافع باش يطلع وباش يتحرك، يتحول إلى طاقة سلبية. يعني في هذا الإطار شيخ لمين. نعم، الفشل في الحقيقة الفشل هو يعتبر بداية نجاح. الفشل معظم رجال الأعمال الكبار فشلوا في يوم الأيام في بداية مشوارهم العملي. أكلهم فشلوا في يوم الأيام في بداية مشوارهم، ولكن الفشل كان عبارة عن الدرجة الأولى لبداية معاولة الكرة من جديد. صحيح. للانطلاق إلى ما يسمى به تحقيق الهدف والوصول إلى النجاح. فالآن الفشل الإيجابي هو عبارة عن دفعة جديدة للوصول. أما الفشل السلبي هو اللي ولدنا هالظواهر السلبية اللي موجودة الآن في المجتمع. صحيح. اللي هي البخل والنميمة والحسد والغيرة والكلام الزايد ناقص ضد الناس الناجحين، هذا الفشل. جميل جدا. ويضيف لك الأستاذ علي أبو حامد من جامعة أوريكلا، يقول المثل يقول أن كل ذي نعمة محسود. أن كل ذي نعمة محسود، يعني أن الأمر منتظر وعادي، فقط على الناجحين أن يستعملوا الكلام الذي يقال فيهم لمزيد من النجاح وإسكات نار الحسد بمزيد من النجاح والعمل. فالحاسد يموت داخليا بفعل حسدي وفساد روحه. على منوال الآية يموت. شيء جميل معناها الناجح يكون الفاشل وانتقادات الفاشل هي عبارة عن وقود لهذا الإنسان الناجح. ما يقعدش ينظر إلى الخلف. صحيح. يعتبرها كانتقادات تزيد من العزيمة على الإنسان. مثال آخر في هذا المجال بالنسبة للمخترعين الكبار، كما أديسون اللي اخترع الكهرباء. جاء صحفي يسأل فيه فقال له وشو شعورك بعد التجربة الألف في الفشل بتاعك؟ قال له كل هذيك مش فشل، ألف تجربة جديدة، قال لك، وألف معرفة جديدة. صحيح. شوف يعني كيفاش يحسب، كيفاش يعني حسبها تجارب. وفعلا يعني في العالم الغربي المعروف أسس النظرية العلمية فيها الفرضية والتجريب. التجريب من أسس كذا، يعني يجرب ثم يجرب ثم يجرب حتى يوصل إلى ألف كما قال لك، وهو ما يعتبرهاش فشل، بل هي كلها إضافة. كل تجربة فاشلة هي إضافة وسند لتجربة جديدة، وهذا هو المش موجود عندنا، مش حتى عند التجربة الغربية، عند الحضارة الإسلامية. أكيد. أنا كان عندنا علماء يجربوا. عندنا حتى اللي يجرب الطيران وماس. صحيح. عباس بن فرناس في الأندلس. معناها مش غير عند الغربية، اللي بدأت عندنا احنا. أكيد. وعند صلاح الدين الأيوبي وقت في العصور الوسطى، وقت المحاصرة نتاع وقت اللي حاصروا القدس، كان معناه يحاصر في الصليبيين في القدس، وطولت المحاصرة قديش شهر وما قدوش يفتحوا القدس. وهو كان يتأمل معناه. هذا علاش الإنسان اللي معناها اللي يحب ينجح يكون عنده قضية الإصرار. أكيد. على الهدف إرادة الإصرار، خاصة هذا هنا تحدثوا على الإصرار، روح التحدي خاصة الإصرار. هنا كان يشوف يتأمل معاه واحد الحشرة، واحد النملة. النملة هذيك يشوف فيها تطلع للسور وتهبط، تهز في الغذاء تاعها 10 مرات وهي تطلع، ولا 15 مرة في العشرين مسافات طويلة تعادل أضعاف يعني حجم جسمها. في العشرين مرة السور وين عالي السور، في العشرين مرة نجحت. انتفض كي نجحت هي، وقال للجيش تاعه قوموا وهجموا عليهم، وهجموا فعلا، اعتبر من نملة يعني. صحيح. الكون ذات يعتبر من جميل إنسان ناجح يعني. أكيد أستاذة، يعني في نفس الإطار تقول لك معلمة الوفاء ارفعوا لي شوي. قدام التعليق. نعم، قدام التعليق، وحبيت أن أقرأ إذا ممكن. حبيت نقول نقرأ لك تعليق وتقريه. نعم.
تفضل اقرا. ارفعوا لي شوي. قالت المعنويات عملت في مؤسسه بذلت فيها قصارى جهدي وكنت في نشاط دائم لدرجه اني برزت في اقل من سنه في المؤسسه والحي، وكان ذلك جهد مني. في السنه التي بعدها يجيني زميل يقول لي خلي هالخدمه اللي تخدمي فيها اللي تبيني فيها في روحك وتتبع في الجماعه، لان الجماعه مش راح تتبعك. وبدا البغض من الجماعه في وضع العثرات لي، لدرجة أن هذا العام دخلت كارها للعمل في تلك المؤسسة، وما نحبش نخدم غير خدمتي اللازمة فقط. وهذه وقعت لياسر ناس، يعني يجي مبادر وبك النفس والحيوية والنشاط، يجوا يبدو عاد يثبتوا فيه ومن واحد الواحد يكسروا فيه، هي كلها ويجيبوا لها على شكل نصائح، مرة بقالب هزلي، مرة بقالب مانيش عارف كيفاش، يدور روحهم ينصحوا فيه هو وبخل في شكل نصيحه، يدور روحها ينصح فيه والواج والتعب في روحك وكذا ومنه ومنه، هي ودفعها حسد وظهرها تثبيت انا قاعد كذا. كيفاش استاذ؟ انا استذكرت نقرا في تعليق الاستاذه هذه، واستذكرت كلام العالم الكبير استاذ احمد زويل حينما قال الغرب ليسوا عباقرة ونحن أغبياء، هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح ونحن نحارب الناجح حتى يفشل. يعطيك الصح، عاودي لنا هذه المقولة هذه أستاذة. العالم أحمد زويل عالم مصري طبعا يقول أن الغرب ليسوا عباقرة ونحن أغبياء، هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح ونحن نحارب الناجح حتى يفشل. بالتالي هنا استذكرت الكلام تاع العالم هذا مع التعليق تاع هذه الأستاذة وفاء. أنا نحب نقول الأستاذة هذه تقدري تقعدي بالنفس نتاعك بطريقة الخدمة اللي تحبيها أنت، خاطر الإنسان دائما ما يقدرش يبدع في شيء ما يحبش. أنت الآن تقولي راني دخلت العام هذا كارهة، اولا ممكن تتقبليني ولا تتقبلي كنصيحتي، وساعات نحب العلاج بالصدمه، حنقول لك انك انت اصلا عندك هشاشه نفسيه واستعداد انه يفشلوك، معناتها مش من عام واحد ومن كلمه واحده ومن زميل واحد انك معناتها تحطمتي ودخلتي العام هذا كارها. حنقول لك مثلا التلاميذ اللي تقري فيهم وش ذنبهم مثلا، وبالتالي ما تسمعيش، ما تحاوليش انك تعطي فرصه اصلا للاشخاص هذم حتى يوصلوا لك الميساج هذا. صحيح صحيح، ما يوصليش، ما عنداش الحق اصلا باش يقول لي يعني انا عندي خدمه مع تلاميذ تاعي نافحه نخدمها ونخدم معاهم، خليني نخدم بالطريقه اللي تعجبني والطريقه اللي انا ما نقولهاش الحديث هذا وين. قولها هي بارك الله فيك، خلي مالكش مازلت جديده ومازلت نافحه، لعل وعسى عام عامين تو نتعب تو كذا. معناتها قال هنايا هاني ما اذا كان هو عنده سلطه انه باش يعاقبني ولا كذا هاني ما خليتلاش، واذا كان ما عندهش قال بطريقه سلسه تحاولي انك ما نعرفش الامور المحيطه نتاع العمل نتاعها بالضبط، ولكن مادام معلمه وتعليم ابتدائي وكذا نظن ان المعلم هذا ما عنده حتى سلطه عليها الا انه غير منه. صحيح. وبالتالي يقول لك هذه وانا باش يولي يشكرها المدير والمفتش ومش عارفه وشي ومانيش عارفه اموره تبان على حساب وباش تبان على حاجه انها لما تبان هي بنجاحها هي وبروزها وهاك الشيء اللي تبان. راهو هو يوجه الانظار المسؤولين المدير ولا المعال لهم هم كيفاش هذه هي تدير وانتم مش قاعدين تديروا، صافي هم يستبقوا العمليه بطريقه تاعك السحب بطريقه خبيثه مش ما نقولش كذا، يفشلوها يقول لك خل تهبط على الاقل كلنا نتحت في الهواء سواء. لان بروز هي راح يجيب لنا احنا يثور حركنا، ويبدا المدير يسال فينا ويا الله وديروا هاي زميلتكم تقدم، صافي لازمنا احنا نسبقوه المدير هذا وين فشلوها هي باش ما يولوش باش ما يبذلوش هم الجهد. بالضبط. صحيح. بالتالي انا قلت لك معناتها إن انت تعرفي زملائك جيدا، وبالتالي حاول انك تشوفي طريقه كيفاش تتعامل معهم. اولا انك ترضي ربي، لانه كي تخدمي بضمير وتخدمي خاصه مع تلاميذ صغار وكذا. انا مثلا توكن نروح نقري مثلا في الجامعه، نروح نقري تلاميذ سنه اولى جامعي، نحب النهار اللي نروح باش نقري نحب نكون في اوج النشاط، نقول لطلبه السنه اولى خاصه داخلين ونافحين ويحبوا يهزوا نظره على الجامعه على ان حاجه معناها هي بالنسبه لهم جديده وكذا. صحيح. نحب ندخلهم ديما بنفس جديد، لان طبعا هم نظرتهم
هزهم الاول هذيك اللي هزوها عليك. صحيح. بالتالي نحبهم ديما يهزوا نظره مليحه على الجامعه كي ندخل لهم اول مره نحبهم نهز. بالتالي ان اولا التلاميذ نتاعك لازم يهزوا نظره على ان المعلمه مليحه. انا تو تستشير فيا زميله معنا قالت لي ولدي ونتقصيه المعلمه ما يجاوبش. قلت لها المعلمه مش عجبات. مشينا في نفس الموال وقعدنا نحوس حتى كنت دخلنا بموضوع لقينا انها صح. وبالتالي ان حب التلميذ للمعلمه راح يخليه يبدع ويخليه يعطي ويخليه كذا. بالتالي انا نقول لك ما يكسرك حتى واحد. هذه الاستاذه اللي علقت نقولها ما يحاول حتى واحد يكسرك. حاولي انك تخدمي خدمتك بضميرك ما يكسركش. وهذا المعلم بحد ذاته وهذا الزميل ما عنده حتى سلطه عليك. صحيح جميل. وفي نفس الاطار كنا نذكروا يعني بعض المعلمين خاصه كي يجي قانون الضرب ولو ممنوع الضرب ولو بزهره وبدات كذا يعني بدوا يتفننوا فيك الاساليب كرد فعل. قال لك ناك نضيق على الطفل ولا نضربه ولا كذا يجيني الولي تاعه بين قوسين ويبدا يدير المشاكل. ما لا احنا علاش اصلا نبذوا فيها المجهود وكذا. نقريهم بريتم عادي واقل من العادي ذات. واللي قري والمقرش يعني نحان هك الروح تاع انه يبذل مجهود وطاقه وحيويه وكذا. هذه استاذ راح ندخل لك فيها في حد ذاتها في اعداء النجاح في حد ذاتهم. لما ارتفعت رواتب المعلمين ولما كذا بدينا نشوف أن كاين حملة تخاض ضد المعلم في حد ذاته. صحيح. وبالتالي هنا عدو 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 في حد ذاته معناتها يكسروا في المعلم. أو لو أني نشوف أن في حد ذاته هي كاين جزء كبير يتحمله المعلم في حد ذاته. حتى هو أن من نقصش من العمل اللي راهو يدير فيه. بالصح. كاين ذكرتني بواحد الحادثه. كنت ندرس في المجموعه اذا كان الاستاذ مصباحي يشفى كنت ندرس في هذوك الاساتذه اللي كانوا باش يطلعوا في الدرجه. درست عن بعد. كانوا هذوكم اللي كانوا بكري معناها معلمين بكري وكذا واعطوني وقتها نقريهم عن نفس البيداغوجي. الابتدائي كنت نقري والمتوسط والثانوي. تخيل انت نقري في اساتذه القدم تاع الواد الكل. المتوسط قلت للشيخ اعفيني منهم لاني كي دخلت لقيت 10 اساتذه درسوني. بكل صراحه ما قدرتش ندرس اللي درسوني. والحادثه صارت لي مع استاذ تعليم ابتدائي معلم قديم. قلت له هاو كيفاش وكذا علم نفس البيداغوجي. قال لي والله يا بنيتي كيما هكا يعني حذفية. قال لي والله يا بنيتي قال لي نايم ما عدتش قاد. والأولي صحيح الأوليات تبدلت في حد ذاتها. ما نروحوش للمعلم أن تبدل المعلم. أكيد. حتى الولي تبدل. بكري نشفى ما نقدوش نقولوا للولي راهو ضربنا المعلم كما كانش نزيدوا ناكلوا طريحة أخرى. أكيد. بصح تو نشوفوا أن المعلم في في في, في لحظة أنه يقول له ولده راهو المعلم دار لي ولا بدلني ولا تجي تلقاه المعلم في حد ذاته نايض على التلميذ. صحيح. فبالتالي هنايا نشوف أن أصلا في حد ذاتها هنا المعلم هذا قال لي انا عندي تلميذه قال لي سنه ثالثه ابتدائي قال لي شفتها الخطره الاولى لباسها غير محتشم وكذا. قال لي قلت دبر راسها وكذا. قال لي المره اللي بعدها جات صابغه شعرها. المره اللي بعدها جات مكياج. قال لي قلت المعلم نادي لي ولي امرها هذه طفله صغيره ثالثه ابتدائي. نعم. جات امها قالت له انت دخل قري الباقي ما عندك ما دخلك فيه. يعني اصبح فبالتالي هنا المعلم ما عادش عنده قيمه في حد ذاته اصلا. بالتالي هنا نرجعوا وكأن دور المدرسه هو تعليم فقط بينما هو تعليم والتربيه. المفروض التربيه أو مربي اساسا. نعم. اذا شكرا على هذه الاستفاضه. فارس اسعادي وهذا استاذ النفس في جامعه الواد. دكتور ايضا نرحب به. بعث لنا يقول النقد الذي وجه للناجح من طرف الاخرين هو ميكانيزم دفاعي يبحث الفرد عن اسبابه تجعله يبرر فشله فيقوم بفعل الازاحه عوض انتقاد نفسه يقوم بفعل اللوم للآخر من الناحية النفسية. قالك هناك مبررات كثيرة صاغتها مدرسة التحليل النفسي والأستاذ محدى له القدرة على إسقاط نظرية التحليل النفسي على الموضوع. يعني تعليقك الأستاذ نرجع من بعد الشيخ لامين.
ما فهمتش قال لك راهو السيكولوجية هذا الاعداء. لا لا خليه معليش عجبني تعليقه لان قال لك عوذ باش يتلفت لنفسه يلوم روحه ويبحث عن مواقع الضعف وباش يحرك روحه. لا يروح يدير ازاحه ما يسمى في علم النفس بازاحه لتبرير الفشل تاعه يبدا يلوم في الاخر يلو كما ذكرنا الواش تدير وتبين في روحك وهذه كذا يدير له مجموعة من التبريرات. هو ما يقصدش هكا أستاذ. هو وش قال؟ هو قال نقد الموجه من طرف الناجح الآخرين هو ميكانيزم دفاعي. هو يقول لك هنا وش يقول لك الناجح ولا الفاشل؟ هو يقصد الناجح هنا ساعات احنا وبعد يقول لك يروح للفاشل يقول لك يبحث الفرق عن اسباب. يوجه للناجح من طرف الاخرين ميكانيزم دفاعي من الفاشل. لا هو شو يقول لك؟ يبحث الفرق عن اسباب تجعله يبرر فشله فيقوم بفعل ازاحه عوض انتقاد نفس. معناته احنا عندنا في علم النفس. نعم هو احنا عندنا في علم النفس هاك الفاشل عوض باش يلوم روحه يثور يلوم في الناجح تبريرات ليبرر في الفشل تاعه. هذه هي الازاحه. هو مني باش يتوجه الاخر يتوجه نفسه يتوجه الاخر هكا حسب ما فهمت نظن. نعم هو هنا واش يقول لك؟ يقول لك راهو لان احنا في علم النفس عندنا هذه الميكانيزمات الدفاعيه او ميكانيزمات الدفاع ميكانيزم دي ديفونس يتحدث عليها فرويد اكثر اللي مذكوره وحده تقريبا 28 اللي مذكوره ومتداوله تقريبا اليات الدفاع معروفه. نعم اللي هنايا هو الشخص اللي باش يبرر الفشل نتاعه بأنه أو فلان هو كلي شد لي بلاستي. وهنا يعني التبرير هو من أصلا من وبالتالي يدير إزاحة إلى الشخص الآخر إلى أنه معناتها هو دالي بلاستي هو نجح هو كذا وبالتالي يروح يسقط عليه نوع من الإسقاط. نعم إسقاط النجاح يعني هو قال لك بدل ما يلوم نفسه قال لك فيقوم بفعل إزاحة عوض انتقاد نفسه يقوم بفعل اللوم إلى الآخر. هذا هو يعني عوض باش يتوجه لنفسه بالنقد. قال علاش الاخر يدير وانا ما نديرش وليه هو ناجح وانا مش ناجح وليه هو قد وانا ما نقدش. لا يدير بطريقه يعني نفسيه يعني التوائيه باش يخرج هو من المعزق هذا النفسي تاع نقد الذات سؤال الذات لان في عرج كان ناس انا ما تقدش يشوف روحها وما تقدش تنتقد نفسها ما تتلفتش الى نفسها ما يقدش يسكر على روحها غرفه او مكتب ويشوف روحها في المرايه يعني نفسها الحقيقيه قالنا كيفاش وعلاش وليه هذه درت وهذه كما درتهاش ما كانش. هذا كل ديما عينيه في الآخرين حتى الأمور اللي باش يرجع لنفسه ينتقدها فيها لا يروح للآخر ويبدأ يطاكي فيه كما كنا نتحثوا اللي هو موضوعنا اليوم عن عداء النجاح. الشيخ لمين نرجع فقط للأستاذة هذه المعلمة اللي قالت ناس ضدي وكذا. احنا هنا نقدر نرجع إلى مشكلة العمل. مشكلة العمل ذات في المجتمع. أكيد قيمة العمل في المجتمع. احنا المجتمع وخاصة في الوظيف يقزم العمل الشغل الوظيفي يدير فيه حاجة نتاع المهم هاني موظف معناه نعمل 10% ولا 50% ولا 80% المهم الجور يمشي. المهم الجور يمشي. احنا عندنا مشكلة فيما يسمى بمنظور العمل ذات. عندنا مشكلة فيه وهذا من المفروض أنك مجتمع مسلم تقول لك أزلان عداك الشيخ لمين من المفروض يكون الرضا بقضاء الله وقدره لكن أصحاب النفوس المريضة المهم تكسر ناجح لا لشيء فقط لله في سبيل الله. معليش المهم احنا عندنا مشكلة في مفهوم العمل. إذا كنا مسلمين رب سبحانه وتعالى وش يقول؟ اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والحديث ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا فليتقنه. معناها الان الخصائص تاع الاسلام وتاع الايمان معاش موجودة ضمنية عاد موجودة غير في الشكل يعني هذا المشكل التاعنا تأثروا بها الغربيين يعني هم تأثروا بها هزوا مضمون الدين كقيم عجبتهم كقيم تأثروا بها صحيح وراحوا كونوا بها حضارة على أنقاض الحضارة تاعنا وإحنا قعدنا في الحوثلات معناها هزينا القشور مهم هزينا حتى القشور حتى القشور ما هزيناها إحنا ما هزينا حتى شيء قعدنا معناها نكروط في المفاهيم. احنا دروك عندنا مشكله العمل. انت حاب تخدم
معناها دير اللي راه قدامك راك تدرس فيه انت هذا تلميذ والله هذا اللي راه ينتقد فيك دير راه ولدك. علاش ولدك تفتش على المعلم السمح والمعلم السمح؟ علاش ولدك تفتش على البلاصه السمح؟ علاش ولدك تفتش على الخدام؟ علاش ولدك تفتش على السيريو؟ علاش الحوايج هذه تفتش عليها الروحك؟ وكي هي تبدا تذر ناس اخرين في وسط المجتمع تجتهد وتقري فيهم مليح وتربي فيهم وكذا تشوف فيها انت بلي راه تفسد لكم في السوق تاع تاع الريتم تاع الخدمه. انا نخدموا مريتم واداره ريتم جديد تفسد هنا علاش والتناقض كما قلت الشيخ لامين وهذا شيء يروح في الدروس والدعم الخصوصي فتش على الاستاذ الناجح الاستاذ المتفوق الاستاذ الذكي معناها تفتش على الناجح ما تفتش على الفاشل باش يقري لكل المجتمع يمشي بازدواجيه في كل شيء ازدواجيه المفاهيم تناقضات صارخه يعيش في تناقضات ونحب كون المجتمع قبل 60 سنه من استقلينا صحيح وه 60 سنه هذه اللي استقلينا فيها جزء يروح حقيقه المنظومه السياسيه اللي خلقت لنا هالقوانين وهالأنظمة اللي راهي تدخل تضرب في بعضها وكونت واحد المجتمع فيه واحد الازدواجية مش ازدواجية عادية معناها ما تلامش بعضها شغل اون باراليل معناها واحد شغل متوازي ازدواجية داخلة في بعضها هذا يضرب فيها معناها منا الأولاد وبناتي وكذا فتش مع المعلم والمعلمة والأستاذ الجيد والسمح والدعم المليح ولكن يجي واحد أخر زميل هو ها وحتى هو يدرس باش يقوم بالواجب ويدرس مليح وكذا لا هذا فسد في الطبخة وتويبان كان هو اللي يخدم والمدير يشكره كان هو وكان جاء المفتش يبدأ يشوف فيه كان هو هذه الازدواجية هذه ازدواجية المعايير مش غير في التربية والتعليم ازدواجية المعايير في كل المفاهيم صحيح على على حديثك أستاذ لامين تركيا محمد قلك للأسف كل من يتعب على نفسه ويحاول يتطور منها يلاقي التحطيم ولا يجد من يدعمه ويأخذ منك الاستفادة وينسحب هذه الازدواجية اللي نتكلموا عليه مصلحة يعني. معناها شو دخلنا الآن في المصلحة المصلحة المادية أي مش كان دراهم فقط أكيد حتى المصلحة المعنوية أنا أولادها يحبهم يقروا مليح ويعيشوا مليح ولكن الناس أخرى مهماش قراه ولا ما قراش عاش مليح ولا ما عاش معناها هذه الازدواجية في كل شيء هي اللي راهي الآن تنخر في المجتمع وإحنا رانا نسايروا ونمشوا في الأمور ونحسبوه الأمر هينا مش هينوا الأمر صحيح رد بالك هذا هالازدواجية هذه راهي شغل الطنوبيل في في السونس كونترير مع طنوبيل أخرى واحد رايح على الشمال واحد رايح للجنوب معناه في يوم من الأيام رايحين يحتكوا ورام يحتكوا في بعضهم أكيد والاحتكاك وش يولد الشيء اللي رانا نتكلموا عليه الآن هذا الانتقاد السلبي وهل التفشيل الناجح والإنسان اللي حاب ينظم روحه نبدو نفشلوه اللي حاب مثلا قال واحد هذا قال بنتها راح تقرأ قال كذا والواش كم قرأت كان هنا دارت تخصص اللي كان هل كيما نقولوا احنا ما يسمى بالفاشل الناصح معناه هو فاشل فهمتني ولا لا وفي قالب ناصح يبرر يسوق يسوق الفشل تاعه يسوق الفشل تاعه صحيح شغل المبررات شغل دار برك كذا وديما يجيب الرحم يا ناصح يجيك هو الدفع تلقى بخل وحسد وتغبيط وغيره كما قالت الاستاذ ولكن ظاهر القول هو نصائح احنا بالراحه ينصح ويبرر الناس العربي في الاداره تعود تخدم انت وتضبط في الامور وتسقم وكذا يجيك واحد يقول لك يا ودي وهاش البلاد مش تاع الحوايج هذا نتاع وشو ما نسيت تاع وشي هالبلاد هذا يروح لك الجانب السلبي الاخر فك عليك هذاك كذا روح مش معناها قعدنا في هيك التبرويط تاع النفاق نتاع قله الوضوح وهذا هذا بيت القصيد هو النفاق الاجتماعي النفاق يعني حتى اصبح مرض ويولد العدوى احنا الناس اللي ينقدونا وينقدوا فينا احنا معليش احنا لن نعمم ونتكلم على المجتمع اكيد مجتمعنا سواء المحلي او الوطني هو شبيه لغير المجتمعات العربية والإسلامية وله حسنات وله مساوئ هذه لا ينكرها أحد ونحن عندما ننتقد ونوصل لعمق المرض رانا باش نشخصوه ونجنبوا أنفسنا والأجيال القادمة هذه الأمراض الخطيرة التي تنخر الجسم الاجتماعي تحية توجه لك الدكتورة آسيا زوجة بكار تقول لك الشيخ لامين مصباحي حفظك الله أينما وجدت وفي نفس الوقت
الوقت هناك سؤال يعني لك شيخ الأمين من على ما أعتقد سؤال من معلمة الوفاة دائما قلت لك هل البيئة الأسرية والمحيطة بالشخص لها أثر في تكوين أو زيادة البخل عنده؟ البخل والحسد قال لك هل البيئة الأسرية والمحيطة بالشخص لها أثر في تكوين وزيادة البخل؟ معناها هنا الاستجابة ما مدى استجابة الشخص هذا للبيئة؟ إذا كان هو عنده حصانة أقوى من البيئة اللي يعيش فيها راح التأثير تاعها يكون نسبي ما يكونش بدرجة كبيرة. صحيح. وإذا كان هو عنده القابلية هو أصلا منهار ما عندهش كما نقول احنا ما عندهش الصور اللي دافع بنفسه عليه من هالبيئة السلبية اللي حايطة به راح يتأثر تأثير كبير ويعود هو يعود داير في المعورة تاع السلبية. خاصة الأستاذ لمين الأطفال هم صغار واللي يشوفوا في بواتهم وعمامهم والناس الكبيرة كيفاش تسوق في البخل والحسد والنغرة والغيرة المريضة تسوق فيها بكل أريحية. يعني الوازع الديني مش موجود ما يقولكش هذا حرام هذا رو منهي عنا شرعا وأن الإنسان المؤمن لازم يكون بعيد مفروض نفس المؤمن عن الحسد وعن البغضاء وعن العداء لأخيه المسلم والمؤمن. يعني الأمور هذه كل كأنهم مو مش يقروا في سورة قل أعوذ برب الفلق ولا سورة قل أعوذ برب الناس اللي هي من المفروض أن كل ليلة يقرأها الإنسان قبل ما ينام. لا يعني تلقى هذه كلها داخلة في مبررات أخرى تهرب عن صلب الموضوع أن هناك نار لأن الغيرة والحسد هي نار شيطانية لأن الشيطان هو من أول من حسد أبانا آدم حسده حتى أن الكفر يقولوا كفر إبليس لآدم مش كافر بربي وبالربوبية وعارف ربي ومؤمن بالألوهية إنما هو كفر جحود النعمة لأن سيدنا آدم عطاه ربي نعمة كما يقول في الآية عندما يتحدث القرآن يقول أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله أم يحسدون يحسدوا في الناس على نعمة جبلهم ربي واحد يجيب لربي نعمة يثور الأخر يبخل فيه ويحسد فيه الطاقة نعمة الذكاء نعمة الحركة نعمة تميز نعمة هذا الكذا. الأستاذ الهادي لو معنا احنا اليوم رأي جماعة تقول لك الشيخ الهادي افسحوا له الفسحة لو هو قال لك متخصص في علم النفس. تفضل الشيخ الهادي كمل لنا في طار السياق ما ترجع لناش لحواج اخرى كمل لنا البخل هذا من واش هالمرض هذا وشو البخل هذا راهو مهوشي مخلوق مع الإنسان راه مكتسب البخل هذا. الإنسان يخلق مثل الورقة البيضاء المجتمع هو اللي يحط فيه كل شيء يحط فيه الخير ويحط فيه الشر والبيئة هي اللي تكون وهي اللي تكون الإنسان وتسق له على حسب الشيء الموجود في البيئة يعني والبيئة نتاعنا والبيئة نتاعنا للأسف يعني ما كانش التربية على القيم رغم أن مجتمع مسلم رو يصلي كل يومين خمس مرات في النهار أو يعني المفروض هذه خمس خليني فهم المسلم المسلمين درجات كاين المسلم المرتقي في الدرجات معناها نتاع الأخلاق ونتاع المستوى الآيات وكاين اللي قل التقليد كاين اللي قل كاين تلقاه ممكن يكون إنسان ما عندهش صلة بالإسلام ذات وتلقاه ما يحملش الأشياء هذه لأن الأمور هذه إنسانية راهي موجودة في العالم كامل الظلم لكن عندنا المساجد مفروض دروس الخطب هذه المساجد القرآنية الأئمة مفروض يكون عندهم دور بالإضافة إلى المعلمين والأساتذة في المدارس كذلك الأباء والأمهات في البيت لازم مفروض كل يتعاونوا في الإطار هذا مفروض. شيخ الهادي مفروض. يعني رانا وصلنا مستوى تو تقريبا ما عادش حاجة اسمها أمية نسبة قليلة الأمية هذه وين اللي كنا نعانوا منها بكري وأن الناس زيادة رأي الآن وسائل التواصل والفضائيات بالعكس الفضائيات يعني المفروض الناس تهز شوي قيم إيجابية الانفتاح نتاع الفضائيات هذا هو اللي زاد يعني على الطين بلة كما يقولوا لأنك يولي إنسان الفرد ماهوش محصن في المجتمع
من الأسرة ولا من المدرسة ماهيش مدية الدور نتاعها. تلقاه مثلا يكون مربي وكذا وهو يخالف في الأخلاق، وبالتالي يأخذ الطفل القدوة. وهذا الشيخ الهادي ربما تقف تلقاه هو الوالد مثلا تلقاه يكذب يطبطب عليه واحد يقول له، يقول ولده روح قول له مش هنايا. هذه أكبر قدوة أكيد. هذه لازمها معناها رسكلة، ولازمها تكوين خاص، ولازمها تطبيق أماكن تكون تطبق الأخلاق تطبيق كما في الزوايا تطبق في الأخلاق. كما في الأخلاق مفروض أينما كنت ترك مفروض تتحلى بها، كان بلايس تطبق بها الأخلاق وبلايس لا. الأخلاق راي علم العلم تأخذ لا. تأخذ من أصحاب سلوك الأخلاق قبل أن تكون علم. علم وسلوك السلوك هذا يأخذ من أهل السلوك، منهم أهل السلوك. أهل السلوك هم الناس اللي تحققوا من الأخلاق لأن لكل شيء حقيقة. منهم هذا منهم الناس اللي تحققوا من الأخلاق وسط، يعني تقصد الأولياء عليهم. أولياء التصوف، الناس الأولياء، الناس العرفانيين المفروض اللي عدنا نفتقدهم في مجتمعنا معاش ملاقيين. يعني كان واحد الوقت الزوايا تعتني بمسمى بالتربية الروحية، والشيخ المريد تاعه هو اللي ربيه على الأخلاق الفاضلة المعنوية والسلوكية، يعني حتى الداخل، حتى للأمراض هذه تاع النفوس والقلوب يحيط بها وينبه لها ويعرف كيفاش يغرس بذور، يعني كما نقولوا احنا الخير وبذور حب الخير يعني في 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 انفس التلاميذ. كذلك الشيخ الهادي راي وان كان كلامك اللي قلته تو راهو يتعارض مع المقدمه اللي تنا بقيلي قلت راهو خلل بيولوجي راهو كذا ومنه منه لا ما يتعارضش. كاين التفسير البيولوجي والتفسير الاخلاقي والتفسير الديني. ما دام قلنا مكتسب علاش ممكن يكون قلت راهو مكتسب بالبخل ماهوش نتيجه نعم ممكن الانسان يكون ماهوش متدين ولكن متخلق وهذه النماذج يعني ما هو شيء بيولوجي يخلي هذا بخيل وهذا مش بخيل، هذا يعني حرايمي وهذا طيب. لا بكاش لا التفسير البيولوجي كاين كاين تفسير هذا كمرض بعد ذات مرض ذات موجود في خلينا حالة الأمراض هذيك السيكوباتية هي أمراض خارج الدائرة تاع الإنسان السوية هذاك راه معاش سوي راهي تكتسب راهو مريض هذاك الشيخ الهادي. السيكوباتية مش شرط يكون للظبور تاع اللوزة المخية ممكن يكون اكتسبها من باباه ولا من كذا. نعطي لك مثال مثلا عندنا مثال يقولوا فيه على انتشار الحسد في المجتمع تاعنا. هاك الإنسان كان حسود طول حسود الطفل اللي يجيبه يموت يجي حسود لا يموت يشوفها بنظرة يموت الطفل هذا وين قالوا له هم لا غطي الطفل هذا وين جي داخل الحوش غطيه الطفل ما تشوفه شيء عودوا دخل بظهرك يعني من الخلف يعني هو يحسد في ولده في ولده يحسد في ولده لبا يحسد في ولده كي يشوفه يموت ستة ولا سبعة ماتوا هم لا قالوا له نصحوه الجيران قالوا لك تدخل من تدخل نتاري بظهرك يعني باش ما تشوفش الطفل عادي يدخل الطفل ما ماتش الطفل كبر هاك الطفل هذاك وين على 6 7 سنين كذا شوف في الوراثه نتاع الحدث هذو قال باي واش بيك كي الكسكاس تدخل بقعرك على الحوش مات با يعني اصبح شد المهنه كما جت يعني في احد المسرحيات تاع محمد صبحي ظن استاذه يعني المسرحيه يعني عندها سنوات في الثمانينات وفعلا جسدت البخل والحسد هذا كما ينبغي وقتها يعني في الظاهره موجوده في المجتمع المصري العربي يعني بصفه عامه العالمي لا ولكن كي نقول العالمي بدرجات لأن احنا لما نلقى المجتمعات الغربية يعني أصبحت كما قال لك الشيخ لمين رغم هزوا روح الحضارة العربية الإسلامية وهزوا روح الدين من عندنا روح الدين حتى أن الإمام محمد الغزالي معروف رحمه الله معروف محمد الغزالي مش أبو حامد محمد يعني قال في واحد الكتاب الحمد لله قال رحت للغرب فوجدته قال وجدت الإسلام ولم أجد المسلمين محمد عبد لا 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 أدري كانت الحمد لله هذه في موقعها ولا نسيت زدتها من عندي راح للغرب ملخص الحديث أن راح للغرب قال وجدت الإسلام ولم أجد المسلمين قال في بلاد المسلمين وجدت المسلمين ولم أجد الإسلام يعني المهم احنا يهمنا المجتمع تاعنا المجتمع تاعنا راهي متفشية الى اقصى درجة اكيد اكيد وراهو ينتقل ينتقل من جيل لجيل اكيد اذا كان ما نعملولاش برنامج ماهوش خطب
لأن الخطبة ممكن يكون يسمع فيك في الجامع وعقلها راهو مشتمكي صحيح. مش خاشع قضية الخشوع مثلا يعني الإمام الأخلاق بصفة عامة الناس تتأثر وتبكي ذات في الجامع كان الناس تلقاها تبكي وتزهى هو يخرج من الجامع كأن هذيك حالة خرج منها في الصامية حالة كان شغل في شبه غيبوبة أو تنويم مغناطيسي خرج منها يرجع لبرا يعكس تماما السلوك أو لهك الحالة لأن الحالة اللي تأثر بها الحالة اللي تأثر بها ما زالت ما وصلتش لدرجة ثبات بلكش ما وصلتش إلى العقل الواعي خلي لا لا مش قضية العقل الواعي قضية الثبات الحالة هذه كي ترسخ في القلب تاع الإنسان تعود حالة دائمة وكان ما رسختش تعود عابرة جميل. لذلك احنا وشي الطريقة تو سمحني وشي الطريقة اللي ولا وشو البرنامج اللي نديروه حتى الأماكن اللي حفظ تحفيظ القرآن يحفظ القرآن بالصح باسمها نتاع العمل به ما كانش احنا كيفاش نديروا ليه السبب وشو السبب لأن ما أخذهاش الأخلاق ما أخذهاش من أهلها من أمها أنا هم أهل الأخلاق أنت قدام مرة أصحاب الأخلاق في تشيرن الناس مش عارفين لأنهم عملة نادرة الآن لأنهم أصحاب الأخلاق عملة نادرة يزم يبحث يبحث عليهم هم اللي يبحث عليهم حبيت أن نكمل وين بدأ الأستاذ محدى هنا حبيت نقول نرجع بعد ما دورنا الدورة هذه كل نرجع للأسرة وهي تكلمت أحد الأخوات قالت هل البيئة ولا الأسرة معناتها عامل لزيادتها نقول هي الأساس بحد ذاته صحيح لأنها شوف الطفل كما قال الشيخ محدى قبيلة قال بلي الطفل راه يولد صفحة بيضاء إذا كان إحنا باش نبقوا ديما ونقعدوا نعمروا له راسه شفت فلان جا خير منك وشفت فلان كيفاش نجح صحيح. وشفت فلان كيفاش كذا ومن بعد تولي تتحدث هي والاب معناتها تقول له ها فلان هذا كون عن جال امه كذا ولا باه كذا هم زادوه نقاط وهم هم شبهوه الاول وهم طلعوه هم كذا شوف كيفاش نزرع في 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 الطفل حد ذاته بذور الشقاق نعم بذور الغيره بذور الحسد معناتها يولي هو ينغر من زميله معليش ينغر من زميله باش يكون احسن وكذا هذيك معليش بصح ما نحاولش اني نزرع هذا. فيه الحقد هذاك في حد ذاته صحيح. لاننا نشوف انه كل ما كان الطفل الاسره البناء تاع الاسره في حد ذاته نظيف تلقاه الشخص هذاك نظيف ساعات تولي تحد مثلا يعني ما نقولوش رانا احنا يا ملائكه وهابطين من السماء وما نبخلوش ساعات وما نقولوش ساعات يعجبنا شخص ناجح جدا نقوله والله غير فلان ما شاء الله كيفاش نجح كيما هكا تلقاه يجيك واحد مثلا يقول لك والله غير خدام هذاك الشخص صحيح. الله يغير يتعب والله يغير كذا معناتها شوف البناء نتاعه هو في حد ذاته معناتها تحس ان البناء نتاعه في حد ذاته معناها بناء نظيف ولهذا نعاود نوجه الصوره للاولياء في حد ذاتهم انها ما تتحدثش قدام طفلك اذا كان انت بالطريقه هذيك حاول انك ما تزرعش في طفلك ان لانك هكا تحطمه مش تبنيه هو في نيته الام ولا الاب في نيتهم رمش حفز الطفل باش يدير قلب حتى هو يولي كيما فلان هذا المشكل تجيب اثر عكسي بالضبط انه بشوي بشوي يولي الطفل يمشي بنفس المنطلق يعطيك الصحه تاع الاب ولا تاع الام لان خلاص زرعوا فيه نفس المشكلة ذاك تلقاهم كل في الحوش يتحدثوا على أنه فلان هذاكم جابوا الدراهم عندهم كذا وكذا وكذا هذاكم داروا كذا هذاكم رجالة فحولة ويعرفوا كيفاش ينطروا الدور من كذا يعني حتى الأخر المقاييس هذه اللي يديروا فيها عوض باش تجيب تحفيز إيجابي هذا تحفيز يجيب سلوك إيجابي يجيب سلوك عكسي هذاك الساعة يحقد على الأخر وعلى الآخرين يحقدهم الساعة يولي دارهم نقطة سوداء ذات ثانيا هو في نفسه ذاتي. كما قلتي قد يتعرض التحطيم يجيب شي نفس ما يقدش لسبب أو لآخر ما ناش عارفينها الطفل ليه ما قدش يهز روحه ويكون يعني في المستوى ولا ليه كل أخر ما قدش حتى هو يقد روحه واللي ظروفه سمحة المادية كما فلان وكما علان يعني كان مشكل نفسي يا أستاذ يعني بالضبط لأن هنا علاش قلت لك هو نرجع لنقطة أنه مرض في حد ذاته شوف أي شيء إذا يعني زاد عن حقه ينقلب إلى ضده إحنا ما قلت لك قبيلة كن ركزت معي قلت لك قبيلة باللي إحنا كل مناش ناس مثاليين وهابطين من السماء وما ناش في مدينة أفلاطون وما ناش في المدينة الفاضلة وما ناش بشر
عندنا بصح كل حاجه اذا زادت حتى سنقلب بلا ضده. اذا كان ملي نقعد وناي هاو فلان كذا هاو فلان كذا نستذكر معاك هنايا واحد الحادثه نشوف الحادثه هذه من 2003 بصح شوف انت من 2003 قريب رانا في 2023 يعني 20 سنه معناتها من نهار اللي نجحت البكالوريا وكان واحد الواحد كان يخدم مع الوالده نتاعي ربي يذكرها بالخير كان يسالني بكري قال لي كي تنشحي الباك باش تجيبي لي الزرده وقعدت دايره في بالي كي نجحت الباك قلت لها امي ندوا لها الزرده وكان هو مسؤول نافذ معناتها قلت لها امي هكا في 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 في, في خضام جلسه هكا عاديه قلت لها يا ربي بارك انتم مديتوا المناصب و كذا وظفت ذركم قالها والله نقول لك حاجه مدام قالها ني قالها كون قرو ذري كيما ذرك راني احسن من هالمنصب وهالدنيا والحشان اللي ديتهم واللي كذا واللي كذا واللي كذا قعدت ترسخه في ذهني ان كل واحد ينظر للاخر وش عنده الشيء اللي ما عندهش الشيء اللي ما عندهش قاعد يشوف فيه نقص هو قد ما عنده معناتها وده حشان وده 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 قاعد يقولها انت ربي بارك قالها قعدتي في الحوش ومعنتها وقريتي ذرك ووصلتهم وكل عدو ما شاء الله وكل نشحوا لك الباق وكل كذا صحيح. فبالتالي انه نرجع الاول نقطة انها كل ذي نعمة محسود بالتالي صحيح. الانسان القناعة كنز لا يفنى الانسان كي يقتنع بالحاجة اللي عنده واني ما نتولهاش بالناس انا نتولها بتطوير نفسي علاش المجهود اللي نبذ لهنايا في نقد الآخر ولا في استفزاز الآخر ولا في الحقد عن الآخر راهو يتهز من عندك مجهود نفسي عضلي مجهود كبير راهو إنسان باش يقعد يخمم في الآخر علاش ذاك المجهود اللي راني نهز فيه هنا كل ما نهزش في روحي نبني به روحي ونوصل وبالعكس ممكن نكون أحسن من الشخص هذا اللي راني ننتقد فيه كان نقطتين ذكرتهم أستاذة يعني في منتهى الأهمية هي القناعة الأولى وهي مربوطة بقضية القضاء والقدر أيضا من جهة أخرى لكن إحنا القضاء والقدر أنا ما نعلموش به غير كان بعد ما يقع مش نقوله قدر الله وما شاء فعل أما قبل ذلك فهو في علم الغيب الله وحده يعلم مستقبل الأمور إذن القناعة شيء جميل ولكن أيضا حتى الحب أن الإنسان يحب روحه يكون متميز يحب يكون ناجح يحب يوصل يحب كذا دائما في الإطار ما هو شرعي وما هو قانوني ومباح هذا أيضا شيء جميل احنا منهم ما يحبش لاولاده ولبناته ان يكونوا في القمه وفي الرياده في كل شيء لكن الملاحظ ان علاش سنة هذا البخل والحسد والغيره كما قال الشيخ لامين نلقوها غير في الماديات ما نلقوهاش في امور معنويه علاه مثلا من الغروشي قال يا علاش انت مثلا من في امور المطالعه مثلا قال والله في الكتابات مثلا قال ليه ما قال هذاك والله ولا في الفكر يعني في الكتابات هذه وفي الفكر وفي الثقافه وكذا الناس هذا هو الخلل وانت يا بخلو كان هذاك مثال برز كرموه هذاك كرم الوزير هذاك قعد مع رئيس الجمهوريه هذاك القيم الامريكان هذاك الدبور سترونجي هذاك هنا تبدا التنافسيه لان القيم السائده ده قيم مادية يعطيك الصحة فهمونا هنا الشيخ لامين أستاذ الاقتصاد كيفاش احنا مجتمع مسلم وديني وندعي ان الغرب هو اللي الغرب هو الغرب هو اللي المادي احنا ديما نحاكمه في الغرب قال هالكفرة هالماديين هل ما يمنوش بالآخرة ويمنوا كان بالدنيا وإحنا يا سيدي كيفاش يا شيخ لامين هنا ولينا إحنا المحرك الرئيسي هو الماديات ما هوش الروحانيات شو ما عملية إحنا من في قبل السؤال هذا قلت لك راه كاين تناقض بين شيئين متناقضين إحنا نعيش النقيض والنقيض الآخر إحنا في الداخل المحرك الأساسي وهذه طبيعة البشر هو الماديات ماديات بارك ها أطعمه من جوع وآمنه من خوف الإنسان حاجات الإنسان الأساسية حاجات الإنسان الأساسية والغريزية طبعا إذا حققها يبدأ يحوس على الإضافية الكماليات الآن التناقض وين الشيخ التناقض وين قلت كان جانب مادي وهو موجود في البشر كبشر والحاجة والغريزة هي اللي تدفع إليه والأخر والجانب الوازع الأخلاقي والوازع الديني أيوة والضوابط الشرعية أيوة والموانع الشرعية والقيمية والقانونية هذيك معناها لا تساوي شيء بالنسبة إلى الطموح الأول
هذه حتى في مجتمعنا احنا المسلم, مجتمعنا المسلم موجود اليمن بالآخرة الآن. الآن هنا الناس الربا محرم وهي الآن تروح للبنوك تهز في القروض بالربا أكثر من هذا. الناس تسلف في بعضها بالربا, مش تروح للبنوك تسلف في بعضها بالربا. وعارب للربا هو عبارة عن شيء ممنوع. قلت تتمارس الرشوة والربا وتمارس كل نبدو الشيء الصريح. معناها الله عز وجل يقول ممارسة الربا معناها منع, الشرع يمنعها منع تماما, ما فيها شيء شبهة, منع تماما. والرشوة أيضا الرشوة يمنعها الشرع أيضا, الرشوة أيضا يمنعها الشرع, البخل يمنعها الشرع, النميمة أيضا يمنعها الشرع, من التفتوش زوال النعمة على أخوك يمنعها الشرع. هذه كلها سوء الظن يمنع الشرع, النميمة الغيبة الحسد هذه كلها. الوازع الوازع الديني أصبح غير مفعل, الوازع الديني صحيح. أصبح غير مفعل صحيح. وأصبح الآن الوازع المادي هو المحرك الأساسي لكل أعمالنا, سواء كان أعمال مثلا قال في الدراسة قال مثلا ولدي هذا دار انجينير في البترول باش يخلص مليح, هذه قال بنتي باش تخرج طبيبة باش تدير أقدمية وتدير عيادة. معناها الجانب محسوب, الجانب مادي. معناها هذه قال مثلا ولدي باش يقرا القرايه هذيك باش يقد يحل مخبر, هاي المخابر غاليه وفيها قال التحاليل وفيها سكانير وفيها الراديوات وفيها. معناها الان معناها كي يقرا ولده يقول لك وشي الفايده من قرايته, شو الفايده, هات لي من الاخر, هات لك من الاخر. الان الوازع يكذب عليك, الوازع المادي راه هو المسيطر, هو الان هو اللي راه مسيطر. وكان حاجة الشيخ لمين في طار هذا, الناس تردح في القانون ما يردحهم غير حاجة واحدة, الحاجة تدي الحبس, لأن القانون احنا العقاب عندنا هو الحبس, هذا سواء كان في الجناح ولا في الجنايات. يعني الحاجة تدي الحبس هاي الناس خاف منها. وكان ناس أخرى حتى الحبس تقرأ لحساباتها قداش باش يشد حبس, قداش ممكن يخسر, وقداش جاب. مثلا كان ناس مثلا لا يبلي القدر مفتونة يعني بالدنيا, لدرجة أن مثلا يقول لك نحرق ونجيب مهلوسات ولا مخدرات ولا منش عارف خمور ولا الأشياء هذه, يقول لك قداش باش يحكموا عليه, يبدأ يحسب فيها. هذا يسموه توحش يعني مادي. توحش كبير يعطيك صح. وزيد انت كدير سيد الملايير وهذه الملايير وكل باش قلت معناها لا. او كاين الجانب الاخر او قارئ حساباتها ومن جهتين, الجانب المادي قلت لك حتى الرادع هذا وين القانوني اللي هو الحبس يحسبوا له حساباته على اساس هذم الناس هذمين, ويدخلوا حتى في امور اخرى يعني كما نقولوا شراء يعني مانيش عارف كيفاش. يعني في بعض الاحيان تحير كيفاش واحد تاجر مخدرات ولا واحد كذا, ومن بعد تلقاه شد عام ولا عامين ولا مكان نجذات ولا حكموه في قضية منش عارف. والجانب الأخر هذا الجانب القانوني, القانوني خوفهم غير في الحبس. أو كنت تقول له مثال, والجانب الرادع المادي أيضا, تو كنت تقول له مثال رك تسوق السبتة مكانش ولا كذا المخالفة راي تتحسب لك ولا توقف البلاصة هذه وين راي يديروا لك صابو, والصابو بروسي ونحن وما تديرش السبتة بروسي وتحرق ستوب بروسي, يبدأ يحسب لها. يعني هذا الرادع أيضا مادي, الناس اللي يردح الجانب المادي. كذلك في الجانب الديني كان الناس حتى تردد في مقولة غسلان الذنوب, يقول لك حتى شيء اللي درته تروح ندير حجة ولا عمرة ولا كذا ربي يغسل, ما يقول لك في الحديث يبدأ يستدلك ذات بالحديث ويستدلك كذا يغفر لك عام رايح وعام جاء ويغفر صوم في كذا, يوظفوا هك الحديث والآيات تحدث عن الصوم وتحدث عن الحج والعمرة, يوظفها هو يقول لك تغسل لي ذنوبي درجة كما ولدتني أمي. هذا تميع القيم وتميع مفاهيم, معناته تميع المفاهيم الشرعية صحيح. معناته تغسل ذنوبك معناته دير تتعمد في ديران الإثم وتظن أنت الله, هذيك راهي علمة عند ربي. تغسل ذنوبك يغفر لك ما يغفر لكش, هذيك علمة عند ربي صحيح. ولكن صحيح. أن الواجب لا هم خلاص حتى للآخرة قارينها ماديا, قراءة مادية, أقرأ آية الحرف بعشرة مثال الحرف بعشرة, الحج يجيب لك كذا حسنة, الصوم
يوم يجيب لك كذا حسنة، يوم عرفة، يوم ترى وشو يعني، حتى الدين عاد يقرأ فيه قراءة مادية. ولكن أنت القراءات تقرأ فيها أنت ماكش أعز من الصحابة رضوان الله عليهم اللي كانوا معناه اللي كانوا دائما معناها كانوا عايشين في وسط معناها تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا معناها دائما في حالة استنفار، خايفين من العقاب وخايفين من الله عز وجل وخايفين من الحرام. شوف الوقت التربية كيفاش كانت، معناها ناس كانوا مبشرين بالجنة، هو مبشر بالجنة وخايف من الله عز وجل. صحيح. وهذه الشيخ لمين لازمها حسة خاصة بالموضوع هذا، يمس الجانب التربوي والأخلاقي والتناقضات الموجودة في مجتمعنا والوزع الديني والأخلاقي هذا، مع حضور إذا كان ممكن بعض الأئمة وكذا نشوفوا علاش حتى وقعنا وصلنا له كما هكا. إذن تقريبا وصلنا لختام الحصة، كلمة أخيرة الشيخ الهادي، وش نقوله في الأخر لأعداء النجاح هذا؟ بالنسبة لأعداء النجاح احنا يهمنا الفرد اللي يحب ينجح، هذا الفرد اللي يحب ينجح هو نقول له لازمك تصر، لازم تكون عندك الثقة في نفسك، لازم يكون عندك ترسم الأهداف مش تحوس عن النجاح، تصر الإصرار وترسم خاصة رسم الأهداف وتصر على الهدف تاعك. جميل جدا. أنا في الختام نحب نقول أنها نعم كل شيء للشخص لازم ما يكونش عنده استعدادات أو بنية نفسية هشة تخليه أنه يسمع اللي جاء ويتفاعل مع اللي جاء، وبالتالي أن ديما نحاول أن كل الكلام الذي يقال في وجهي أو وراء ظهري هو حافز لي لكي أنجح أكثر. شكرا جزيلا أستاذ لمين. أنا في حقيقة عندي كلمة واحدة بالنسبة للناجح، أن الناجح ما يهمك في حتى شخص إذا حددت الهدف نتاعك وحددت الطريق نتاعك وحددت وكانت عندك الوسائل اللي تعرفها أنها توصلك للنجاح في أي مجال من المجالات، سواء العلمية سواء تجارية سواء صناعية سواء سياسية، المهم أنك تفيد نفسك وتفيد المجتمع نتاعك، فإلى الأمام ما يهمكش في الله. شكرا جزيلا دكتور أستاذ محمد الأمين مصباحي أستاذ الاقتصاد بجامعة الواد، الدكتورة أيضا سامية عدايكة أستاذة علم النفس التربوي جامعة الواد أيضا، والأستاذ الهادي محدى صاحب عيادة نفسية. شكرا جزيلا. نشكر كذلك من وراء العارضة فتحي تقني على بقائه معنا، نشكر كل من أرسل إعجابه أو علقه، ونعتذر على من لم نستطع قراءة تعليقات لأن تعليقات كثيرة جدا، وكل من علق لنا في هذه الحصة بالسلب والإيجاب نحاول نستوحي منها مواضيع أخرى نحاول أننا نسلطها ونسلط عليها الضوء في سواء في برنامج دردشة أو غيره من البرامج. إذن شكرا لكم جميعا، ونلتقي في الموعد القادم بحول الله إن شاء الله.